حذر البطريرك ورئيس الكنيسة الكلدانية في العراق والعالم لويس ساكو من حدوث شيء كبير في حال عدم سحب مرسوم رئاسة الجمهورية العراقية، مؤكدا أن ما حصل هو قرار مهين تجاه الكنيسة، ومشيرا إلى أن قرار سحب المرسوم غير قانوني ولا شرعي وكيدي وسياسي ومزاجي بسبب تأثير ميليشيا بابليونة التي تدعي بأنها مسيحية. يعني من المؤسف انه تحصل هالاشياء والعراق يعيش ازمات كثير قويه، يعني ما افهم يعني ما معنى خلق ازمه هي ما بحاجه لها. وهذا القرار غير قانوني غير شرعي وانما كيدي سياسي ومزاجي لتاثير الميليشيا البابليون اللي اسمها ميليشيا مسيحية أو رئيسة يسمونه كلداني وأيضا الشلة معانه، هذول ما مسيحيين، ما مسيحيين، مسيحي ما يطعم بالكنيسة، المسيحي أخلاقه مستقيمة، المسيحي صادق، المسيحي ما فاسد، المسيحي ما يعتدي على أحد خاصة على الكنيسة، الكنيسة الممجدة لعمرها أكثر من 2000 سنة. ابن الكنيسة ما يطعن الكنيسة بأي شكل من الأشكال يعني.